بوبي بلاي تايم دام متى اخر مره سمعت هالاسم؟ ما ادري تقول كانهم موب جيمز نسوا انه عندهم لعبه اصلا، لاعت في اخبار في سيرفرهم الديسكورد او حتى اخبار في قناتهم او اي شيء. اوكي ادري انه قالوا بوبي بلاي تايم راح تنزل في عام 2023 بس ما في اي تحديث ولا شيء، يعني نبغى تحديث جديد عشان ما ننتظر انه كل سنه ينزل شابتر جديد وبعد ما تنزل اللعبه كامله يلعبوها احفادنا. المهم ما علينا، اليوم قررت اخضر بام المطورين والعب الشابتر الثالث واسر بامها للجميع. لا صلوا على النبي، ما قصد، مو قصدي كيب، ها لا قصدي نسوق للعبه اوكي. فزي ما قلت راح نغدر قصدي انه راح نسوق للمطورين لعبتهم ونلعب لعبه على اساس انها الشابتر الثالث من بوبي بلاي تايم ونشوف الافكار الجديده اللي موجوده فيها. يعني اذا المطورين نايمين وحابين يتاخروا خلاص نبغى نسبقهم عادي. ايش في هذا قاعد ينقز كذا تقول كنجر ولد ايه جديدك. المهم بسم الله دخلت على اللعبه طول، لا تقول لي اللعبه اونلاين الله يسعدك، ما نبغى نشوف هذا وجه واحد دخل بام الشاشه. الزبده يقول لك انه هذا الماب يمثل الشابتر الثالث من بوبي بلاي تايم. بصراحه من الصور اللي برا يعني جدا تحمست وقلت اوكي ديم خلينا نجرب. فاذا كان يعجبكم هذا النوع من المقاطع انزل تحت وحط لايك، خلينا نوصل هذا المقطع 5000 لايك، وبرضه كون جي في القناه انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس عشان لا تفوتك احدث العاب الرعب الجديده والغريبه زي هذه. اتوقع اللعبه ما هي اونلاين لانه انا ضغطت قبل شيء سولو وكذا. فيلا بسم الله نضغط الشابتر الثاني. اوكي يلا بسم الله. اوه لودنج. اوكي اوه قاعد يقول كليك تو جراب ايتم، لا معلومه جديده الله يعطيك العافيه، احنا من غيرك ما كنا حنعرف، كنا راح نضيع كل هذه المده. اعوذ بالله ولد ايش القفازات هذه؟ هذه قفازات مطبخ الله يس... شينك يا في سرير نوم ولدي. بوبي كانت تنام هنا، السرير اكبر منها بتريليون مره يا عمي عيشة. كيف يعني كانت تنام هنا بالضبط؟ ما تخاف السرير يبلع ولا عندك هنا كمان دومي قال لك انه هذا التدي يعني حقه ولا؟ طب يا عمي الدومي اكبر منك هي نفسها دومي يا بابا، ما ادري دي انا جاني ايرور. المهم يجيك ايرور لما تفكر. اوكي يلا بسم الله. طيب اوكي لازم اوه لازم نضغط اي وكيو اوكي عشان الو في رصق بالجدار كذا، مو كذا اللعبه حلو بوي بلاي تايم، مو كذا ولد في سوبر كلو كذا في الجراب باك بس على الاغراض الثانيه، اما الجدار لا عاد. من جد ايش القفازات حقت المطبخ هذه؟ ما تقول رايحين نطبخ ولا. طيب اوكي يلا بسم الله. تقريبا اتوقع الاحداث تقريبا مشابهه للشابتر الثاني ولا شيء زي كذا. فيلا بسم الله اوكي ندخل. بعدين ايش الماوس كذا في نص الشاشه كذا ظاهر ليش؟ وبنتصفح نحن جوجل كروم يعني. والله ما ادري يا عمي، والمكان كذا كبير كذا، حاجات غريبه قاعده تصير فاهم. طيب يلا بسم الله يا بوي بلاي تايم، لو تخليته الشابتر الثاني كذا جي جي بحذف اللعب من اول 5 دقائق. اوه ديم شوف الغرفة كيف. اوكي هذه الغرفه نفسها حقت هذا. بعدين ليش كذا مقفل كذا باخشاب كدا؟ كان عليه اغراض مو خشب كذا. ايش يعني منطقه اشعاع نووي يعني لازم اعمل المنطقه 51 يعني على غفله؟ ياب في كثير اختلافات، حتى هنا في صندوق ما ادري كيف ما نقدر نفتح، الظاهر يبغى له مفتاح ولا شيء. طيب في شيء هنا ما في شيء، اتوقع نفس اتوقع نكمل قدام. اوكي هنا الباب، ايش الباب هذا يعني باب مساجين ايش؟ طيب يلا افتح الباب. يا سلام يا سلام. اوكي ديم والله بيني وبينكم ديم متقن التصميم كذا فاهم، مره متقن. اوكي يلا بسم الله خلينا نطلع. اوكي يو نيد تو فايند ذا كي. الو كي على ايش؟ لهذه الابواب، هذه الابواب ما تنفتح اصلا يعني. هو ما ادري عنه يعني مطور اللعبه مضيع كمان لعب الشابتر الثاني ما فاهم كيف قاعد يسويها كمان، اخترع لعبه جديده يلا فلوبي بلاي تايم كذا، حاجات غريبه زي ما شفنا كذا في مقطع قبل عن العاب بوي بلاي تايم المزور. طيب قاعد يقول لك فايند ريد كي. اوه والله من جد اوه يعني لازم ندور على المفتاح الاحمر بالله. قول والله ما كنت ادري صراحه يعني من وين جبت هالمعلومه، من اينشتين وهنا لازم نحطه. اوف يا الهي بالله. بعدين ايش هذا يا ولد؟ هذا مو مفتاح حق بوبي، هذا مفتاح حق ريزن دي في الفيلج. اوكي يلا بسم الله. طيب اتوقع هنا يب هنا ما نقدر. اوكي زي الشابتر الثاني نفتح الباب نفعل الكهرباء بعدين نيجي هنا ونفتح هذا الباب، بس في مشكله بسيطه هنا يعني الله يسعدك. هذا ايش هذا؟ هذا مو اليد الزرقاء، هذا لايت بلو، وما ادري المطور عنده عمل وان حد راجع اللعبه وراي عشان ما يصير احراجات يا زكي. طيب يلا بسم الله خلينا نكمل قدام. طيب ايوه بليو يوز بلو. اوكي يلا بيوز بلو هاند. اوكي حلو قاعد يكتب لك يعني شرح كذا، مو زي بوبي بلاي تايم كذا يرموك كذا في نص السالفه كذا ويلا اكتشف بنفسك. اهنيك صراحه يا مطور اللعبه، صح انك جايب ام العيد ومخربط بام الالوان لكن لا كويس حطيت كذا كلمات. يلا يلا نستعد. اوكي خلينا نشوف الميكانيك هذا في روبلوكس كذا، حاسه بيكون بيض مره بيكون شيء زق يعني محترم يعني. والله ما ماني اوه الو ولد ايش في هنا؟ هيكل عظمي الفراعنه كمان دخلوا على المصنع. يا عمي واضح يعني هذا خوي إليوت لودويك كذا جاينا يبغى يجيب المفتاح يدخل مكتب إليوت لودويك يسرق الفلوس حقت المصنع كذا. فإليوت يعني كشفه وجاب راسه وحطه هنا. صح انه جمجمة امه تعبانه تقول جمجمة قرد ولا ما، لكن عادي نمشي الحال اهم شيء الفكره فاهم. ولد ايش فيها تطلع كذا زي ماينكرافت كذا؟ سبحان الله يعني إليوت ما كان يقتل الناس، لا كان حطه هنا وحط له سلم قال له اطلع متى ما تبغى فاهم. بس هو مات يعني سبحان الله، والله شكله ارسل له هقي وقل. طيب يلا بسم الله اوكي نجيب هنا حلو. طب ما فهمت، طيب كيف نجي هنا؟ كيف نروح للجهه الثانيه شباب؟ والله ما اعوذ بالله ايش فيه كذا سوالي تليبورت كذا في وجهي والله ماني فاهم ايش هذا ولد. اي ايش مصعد متنقل يعني ولا قول كذا راكب قطار فاهم كذا راكب ثومس فاهم كذا قاعد ينقلك فري دليفري ولا لا؟ ايده طلع كريمه الله يسلم حبيبي والله. جيب لي سياره مره واحده على المصنع نتنقل فيها كذا، مصنع امك كبير يا عمي. اوكي اوه هنا في هاجي واجي كان، بس ما في هاجي واجي هنا ايش فيه؟
الظاهر هو راح اكل الرجال الطيب لان كان مشغول شوي يعني بلع راسه على الماشي بعدين ما يعرف يرجع ولا ما في ترقيع فاهم خلاص ما اقدر ارجع للمطور اكثر من والله ما ادري شلون اللعبه كذا غريبه مره يا عيال اوكي بس استا والله طيب ممكن ندف ندف هذه الحركات اللي هنا طيب ما في شيء جديد صح هنا تقريبا ما في اي شيء بس عاد في جثه هناك من زمن الفراعنه بس متروك هنا هذا هو طيب يلا بسم الله ها نفتح الباب شوف المفتاح كيف شكله هذه المفاتيح اللي تيجي مع توم جيري فاهم شيء غريب يعني ما هو شيء مرعب ابدا فاهم لا ومو تجيب المفتاح تفتح فيه الباب لا تحطه هنا بالسكان فاهم عشان كذا يسوي نفسه انه والله احنا تكنولوجيا والله واحنا ابناء نيوتن طيب يلا بسم الله ناخذ هذا اوكي الو خذه لازم نيجي لازم نيجي ناخذ والله قايل لكم قفازات مطبخ تيجي تعمل فيها شكشوكه ما تصلح انك تاخذ فيها اشياء دي نزيد في فايده لها انه كذا تسوي لك تليبورت صح الو تليبورت خرب علينا عمو اليوت تعال ضبطنا حتى قفازات المطبخ هنا ما منها فايده طيب يلا بسم الله خلينا نتقدم قدام ونشوف ايش كمان موجود اوكي مره متحمس صراحه اللعبه يعني صح انها بايخه شويه فيها كمان عاد واحد من الفراعنه جايين كم داخل في نص السالفه ما له امه دخل في الموضوع لكن في شويه اختلافات في كذا حاجات مخروجه كمان نشوفها طيب ايش او بيست ايش الواحد ما يهمس كذا يقول بيست قلبت ناموس هذه بوبي هذه ولا الحين يسميها فلوبي ولا يلا بسم الله او نقدر ننقز اوكي حلو دام اوكي تقريبا في شويه اختلافات انه هنا كان في فنت لكن هنا ما في فنت ما ادري وجحت امه كذا فجاه الظاهر الرجال الطيب اللي ما يبغى مكيف في الغرفه انا ما ادري مين يكره المكيف الحين درجه حاره 60 ناوي ينتهي مصيره زي اخونا الفرعون اللي هناك طيب اوكي خلاص بلا بلا زواج اللي لاحظت انه الاغراض هنا كبيره كذا مره في اللعبه هذه فكانها تروج لفكره انه اللاعب هو دمي ولا حاجه زي كذا فيلا بسم الله خلينا نكمل قدام اوكي يلا يلا حبيبي بسم الله بسم الله ايش نفس الفجع صح اتوقع نفس ما في فجع ايش اللعبه البيضه والله ايش اللعبه الساده هذه ما في فجعه مفروض يطيح صندوق كذا ويصير اكشن كذا ومامي تيجي تسحب بوبي ويدخل هقه في السالفه يبلع المصنع كامل بعدين تيجي الشرطه كذا بعدين يدخل فريدي في السالفه يجي يساعد جريجور لا دي يعني ما لها صلاح لعبه ثانيه ما معي طيب امشي الفكره طيب اوكي ايش لازم اوكي الان لازم نرجع الكهرباء حلو جميل طيب ناخذ الكهرباء من هنا حلو حتى حاط لك سام كذا قد راسك فاهم هنا الكهرباء الله يسعدك يعني فما يحتاج تكون مهندس كهرباء عشان تيجي توصل كهرباء الله زي ما صار معانا لما ختمنا اللعبه حبيبي 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 شكلك شفت التختيم يعني ها حبيبي الله بس بدون شماته طيب اوكي بسم الله ناخذ السورس من هنا حلو جميل طيب اوكي جاء كذا صوت انذار حريق كان فجعت انا قلت ليكون عندي البيت قاعد يحترق ولا فجاني لوها الله يهديهم طيب يلا بسم الله خلينا نجي هنا حلو نركب هذا هنا هذه على اساس كذا يعني شحنات كهربائيه هذه رسومات ديزني الله يسلمهم ما تمشي زي كذا الظل ضاغطين كذا بعدين توصل ايش النظام البيضه طب عندي واير طيب او كذا عن بعد ما شاء الله لاسلكي شبكناه بيو اس بي والله ما اخترع كهرباء جديده هو فاهم كذا عمو اديسون بينفجع من اللي قاعد يصير طيب اوكي كمون ليتس جو طيب جميل الو هذه بوبي هذه ولد هذه انابيل هذا ولا واعوذ بالله اختفت فجاه لا 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 بديت اشك في الموضوع ولد لا لا دقيقه شارده من المتحف حقه ما ادري فاهم انا سمعت انه هي شارده ما ادري هي على اساس قاعد تساعدني الحين يعني اوكي لازم الان نطلع فوق بس ما شاء الله هو مسهل علي الموضوع كامل حاط صناديق كذا بس صراحه زعلت منه من شيء ليش ما حط سهم يا اخي اوكي يلا بسم الله ننقز هنا ايوه سلام ايوه ورا باركور يا حبيب ما فاهم كذا شوف نقزت امه يا عمي كي يخترق السقف اقول لكم من جد قالبين كنجر كذا على الغفله داخلين حديقه حيوانات اوكي يلا بسم الله نجي هنا حلو طيب باور اون حلو اوكي يو ار جوينج ذا رايت واي قاعد تقول انه انت رايح الطريق الصحيح هو ما في طريق غيره اصلا اوكي يلا بسم الله نجي هنا حلو نحط هذا هنا ونحط هذا هنا حلو ابغى اشوف الانيميشن كيف بيفتح الباب ايش هذا ولد هذا لودنج ابديت حق الويندوز اليو تعب الله صلح مصنع اوكي لازم الان نعدي نفس الطريقه بس ايش هنا اعوذ بالله ولد ايش هذا ولدي حاط لي هنا اشواك هنا من جد حسيت نفسي داخل اهرامات الفراعنه يا عمي جاي يحطوا لك يا فخوخ كذا اوف والله وهنا اشواك كذا والله لن على ابو فطاسك اوكي يلا بسم الله خلينا نكمل قدام اوكي مره بتحمس صراحه لانه اللعبه كذا قاعد تمشي بسرعه فاهم اعوذ بالله الو ولد ولد او كاتسين كاتسين او لولو جل كاتسين التعبان هذا لا وحاط لك سام هنا ترى هاي ادخل هنا ولد تعال هنا انقز هنا في بئر زمزم اوكي ولا لازم كسام قد راسك ما في مكان اروح له اصلا لازم انقز ايش جايين هنا حاط لي السام في وجهي لا واحلى شيء مامي كذا جابت بوبي بالمغناطيس لص لقدها فيجا ما تدري كيف لا لا اسطوره صراحه اخترع فيز جديده ولد ولدي اوكي اعوذ ايش في نزلنا من السقف كذا يكون انا جني طيب الممر هذا تقريبا نفسه بس بجرافيكس ماينكرافت كذا اعوذ بالله ولد لا امزح معاك خلاص تكلمي طيب ما عندك لسان قاعد تكتب لي كذا في الشات كذا في الواتساب حتى الضحكه يكتبها كذا هي هي كذا ايش اوه هنا كمان ممتع بنفسه قاعد حاط لك بليتا لا حاط لك ديناصور جايبه من جوجل ترى كي يقول لك برون ذا ديناصور ترانسبرنت ما واحد بوم كوي لصق بام الجدار كذا يلا مشي حالك 2000 years later اوكي والله حط لك بونزو من جد اوكي طيب جرين حلو جرين حط جرين حط جرين اوكي جرين وايت بلو بلو سريع سريع اوكي حلو حلو خلينا ما حلو حلو اوكي جرين جرين حلو بعدين حلو ثلاثه جرين ثلاثه جرين يلا ها واحد اثنين حلو بعدين ثلاثه والله لعبه امك سهل انت اسهل من بوبي قايل لكم ما يبغى تمطيط على طول داخل في ام الموضوع طيب حلو بيربل اوكي حلو بيربل بعدين بيربل اتوقع صح ان شاء الله ما اجيب ايه حلو بعدين يلو
بعدين ريد يلا ها حلو حبيبي. لا امشي حطك صوت اطفال كذا كاتب في اليوتيوب ياي ساوند افكت كيدز. اوكي اورنج اورنج بلو اذا ما خاب ظني ان شاء الله اني ما اجيب العيد بس شباب. طيب يلا اورنج لا امزح معك خلاص حط اصوات ياي اعوذ بالله ولد لا 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 ولا بقى. اوه اوكي خلاص دخل في الموضوع على طول ما في كذا ليفل 1 والله وليفل 2 والله وليفل 3 اه ذا جيم برو انت خربت اللعبه اعترف.